بمناسبة الذكرى 35 لانطلاق المسيرة الخضراء، تنظم الجامعة الملكية المغربية الرياضات الوثيرية والرشاقة البدنية بدعم من عملة إقليم بوجدور، وكالة الجنوب، المكتب الشريف للفوسفات، كأس المسيرة الخضراء للبريكدانس، بمشاركة تزيد من 300 متنافس يمثلون دول تونس، الجزائر، موريتانيا والمغرب. تنافس مثير ولوحة فنية تحتفل بذكرى المسيرة الخضراء وسباق نحو الظفر باللقب، كل ذلك يومي 6 و7 يونيو بالقاعة المغطاة بمدينة التحدي بوجدور.